بينما يتحمس الملايين حول العالم لاستقبال لقاح ضد فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 15 مليون شخص، شهد العالم زيادة قياسية خلال 24 ساعة الماضية في عدد الإصابات بفيروس كورونا حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف، حيث بلغت حالات الإصابة 284,196 وزاد عدد الوفيات 9,653 حالة، وهي أكبر زيادة يومية في تسجيل زيادة قياسية بلغت منذ 30 أبريل الماضي. More than 15 million cases of COVID-19 have now been reported to WHO and almost 620,000 deaths. Although all countries have been affected, we continue to see intense transmission in a relatively small group of countries. Almost 10 million cases, or two-thirds of all cases globally, are from 10 countries, and almost half of all cases reported so far are from just 3 countries. كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 40 دولة في العالم سجلت زيادات قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مدى الأيام السبعة الماضية، وهو ضعف الرقم مقارنة بالأسبوع السابق، مما يشير إلى أن الجائحة تتفشى بوتيرة أسرع في كل مناطق العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند. And we need everybody on board. The DG spoken. It's not just the authorities on board. It's not just the responsibility of the authorities. It's also of communities and people within those communities. And more the youth, and not just the older ones, the old fogies like myself and others. ورأت منظمة الصحة التي مقرها جنيف أن العالم لم يصل بعد إلى مناعة القطيع، مضيفة أنه يجب على حوالي 50% إلى 60% من السكان أن يكونوا محصنين ضد الفيروس التاجي حتى يصل العالم إلى مناعة القطيع الوقائية، حيث تشهد دولا عديدة لا سيما تلك التي خفضت إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل العام في وقت مبكر ذروة ثانية لتفشي المرض. طه يوسف حسن، منظمة الصحة العالمية، تلفزيون المملكة العربية السعودية، جنيف.